مرحبا، رجعنا معكم في شو كيفاش والسهريه مازالت متواصله. حديثنا باش يكون على السياحه في تونس. موسم سياحي ثم ولا ما ثماش؟ ثم اللي يقول انه السياحه لن تكون موجوده في تونس، وثم اللي مش موافقين كيفاش التوانسه يرجعوا من الخارج يكونوا موجودين في الحجر والتوريست يدوروا. يقولوا التوريست باش يكونوا عندهم سيركوي خاص باش نجموا يتحركوا، مع طبعا بروتوكول صحي باش يكون موجود حفاظ على صحة التوانسة، باش يكونوا موجودين في المتاحف وفين ينجموا يدوروا. طبعا التوانسة ما يدوروش وحدهم، باش يكون معاهم لي جيد واللي دورهم مهم ياسر، أدلاء السياحة باش يحافظوا على صحة التوانسة، باش يعرفوا كيفاش يدوروا مع التوريست هذوما ويحافظوا على صحتنا واستعمال لجيل ووسائل الوقاية. الكل حديث على الموضوع هذا، الموضوع الساعة في تونس. فرحان برشا يكون بحذايا سي مهدي حشاني، وهو رئيس الجامعة التونسية لأدلاء السياحة. مرحبا سي مهدي. برامو لورك يسيح شويه الاولاد. مرحبا سي مهدي. مرحبا بك، منورنا. انت رئيس الجامعه التونسيه لادلاء السياحه. اول مره نسمع السعر اللي جيد، اللي جيد عندهم جامعه، في بالي متابعين وزاره السياحه وزاره الثقافه، مانيش عارف كيفش. هو اللي جيد توريستيك معناتها مهنه مستقله، عندهم بطاقات مهنيه ياخذوهم من وزاره السياحه، لكن 95% منهم يشتغلوا فريلانس معناتها مستقلين. هذاك علاش تنظمهم الجامعه التونسيه لادلاء السياحه اللي تاسست سنه 75، معناتها هي جامعه قديمه. جامعه قديمه يمكن اعلاميا مش ماخذه حظها بالكدا، اوروزمون توا عندنا بريسك عام ونص قاعدين يشتغلوا على الكوتي هذايا، والحمد لله صوت أدلاء السياحة قاعد يخدم. يخدموا اون فريلانس، يعني يخدم يخلص، ما يخدمش ما يخلصش. صحيح. ماهوش تابع، يعني تابع ماش عنده كونترات ولا يخلص بالعام، يخدم يخدمش يخلص، هذوما اون فريلانس. فريلانس يعني الأغلبية، معناتها الأغلبية 95% نحكي. يعني تقف السياحة يقف، ما عادش عندهم حتى. للاسف هذه الوضعيه اللي قاعدين نعيشوا فيها توا، خاصه نجموا نوصفوها بالكارثيه الوضعيه ولا كارثيه ولا حتى اكثر من كارثيه، كيف فما وصف اخر ينجم يعبر عليها. خاطر هذه أسوأ فتره يمكن عاشتها السياحه التونسيه منذ بدايه السياحه مع بعد الحرب العالميه الثانيه. احنا نحكيوا على السياحه في تونس راهو من الخمسينات. اصعب فتره اللي قاعدين نعيشوا فيها توا، 3 أشهر من توقف النشاط كليا. وكي نحكيوا على الناس فريلانس كيما تفضلت وقلت حضرتك، معناتها ما فماش اجر خاص، ما فماش دي كونترا، كان خدم خلصش، ما خدمش يتحمل المسؤوليه. ولو انه فما اجراءات مش عارف لو عندنا الفرصه باش نحكيوا عليها اللي عملتها رئاسه الحكومه لفائده المتضررين من وباء الكورونا، مالوريزمون المنح الظرفيه والاستثنائيه اللي قررتها رئاسه الحكومه، للاسف حتى لليوم ما وقعش صرفها لفئات أدلاء السياحة. في قطاعات أخرى أي، لكن بالنسبة للجيد توريستيك نأكد لك ما فما حتى واحد تلقى المنحة الاستثنائية. شنو دوركم هلا كجامعة؟ احنا كدورنا كجامعة قعدنا مع سلطة الإشراف، تقابلنا مع السيد وزير السياحة في عدة مناسبات، شاركنا في جلسات عمل سواء في وزارة السياحة ولا حتى مع وزارات أخرى، وصلنا صوت منظورينا كمهنيين للدولة، لكن من بعد الدولة تنجم تسمع تحكي اللي تحب وهي تعمل اللي تحب. مالوريزمون هذا اللي قاعد يصير. ممكن الدولة تقول لك اللي جيد هذوما ماهمش أولوية. كيفاش نحكيو على 1000 عائلة تونسية؟ 1000 جيد؟ 1000 جيد معتمد أغري اللي عنده بطاقة مهنية من تونس حتى الجنوب، اللي يشتغلوا عندهم سنين وسنين وراهم عائلات، عندهم صغار، عندهم التزامات كما اي مواطن تونسي، تخليهم 3 أشهر من غير ما تفكر فيهم، والا حتى كي تعمل اجراء تخليه حبر على ورق، كيفاش الكويت ما يكونش معناتها اولويه؟ شكون مال الاولويه؟ احنا تو حكينا على قرض خط تمويل ليني دو كريدي 500 مليون دينار لفائده المؤسسات السياحيه، هذا المرسوم اللي سمعناه مؤخرا من السيد رئيس الحكومه. خط التمويل هذا لفائده المؤسسات حتى تحافظ على الخدمه نتاعها. احنا لقيت فريلانس يعني نزل يحافظ عليه، نزل يعني نزل وكالات الاسفار ومن المفروض زاد المطاعم السياحيه، مؤسسات التنشيط السياحي، لكن اكد لك حتى الخط هذا قعد زاد كيف زاد حبر على ورق بما انه ما تفعلش المرسوم. بالنسبه لنا احنا الاجراءات لم يتم اتخاذها حتى لتو. اليوم باش ترجع السياح ان شاء الله، اليوم 27 جوان فتح الحدود باش يرجعوا لتوريست لتونس. هل صحيح انه ساعه تونس كلاسي بارمي لي بي اللي عندها افونتاج عند البلدان في الخارج ولا باش السياح يجيونا؟ كتاكد المعلومه هذه ولا تنفيها؟ اليوم نحن في الدول الاولى المعتمده للسياحه، السياح باش يجيونا؟ هذه الصوره اللي تونس حبت تسوقها للخارج، يعني مش صحيح. لكن مش صحيح كي نشوفوا القرارات بيان سور. احنا مش باش نحكيوا هكاك، شوفوا القرار اللي اتخذها قاعده بعض البلدان الاوروبيه كيما مثلا المانيا مؤخرا قررت انها تحط تونس في ليسته فيها 160 دوله ليست نوار. مش ليست نوار، من المواطنين الالمان ما ينجموا يسافروا لهم كان بعد 31 اوت.
يعني باش يفتحوا الحدود على اوروبا. وقت كوليد هذا شهدت اختها. احنا كي يقولوا 31 اوت تعرفوا الناس كل موسم الذروه سيزون ولا اوت سيزون هي كشهرين جويليا اوت. معناتها كي تولي تحكي على سبتمبر ولا تاريير سيزون ما عادش نحكيوا على موسم سياحي. ثم سياح باش يجيونا؟ هي تونس باش تفتح المجال الجوي والبحري والبري هذايا متفاهمين فيه نهار 27 جوان. اما سي با غارونتي انهم باش يجيو. لكن ما عندنا حتى ضمان اللي فما سواح اجانب باش يجيو. بما انه حتى الاتحاد الاوروبي في قادم الايام باش تصير اجتماعات على مستوى وزراء النقل في الاتحاد الاوروبي وباش يقرروا هل يسمحوا لمواطنيهم السفر خارج اليونيو اوروبيان ولا لا. خاطر تو الكل قاعدين يحكيوا على سفر في اوروبا. في انتظار انهم يجيونا وان شاء الله يجيونا للتوريست اللي جيد باش يخدم. ان شاء الله. واضح. هل ثم بروتوكول صحي مع باش يتم التعامل به مع التوريست؟ من الحاجات اللي خدمت عليهم التوانسه خايفين اليوم. بيان سور عنده الحق التونسي كي يتفرج ولا كي يتابع الاخبار باش يخاف. احنا توا عندنا الفكره نتاع ولينا نغزروا للاجنبي ولا حتى التونسي اللي مقيم البرة كي يروح كانه هذاك فيروس كورونا جاي. اكيد فوبي معناتها من الكورونا هذه لازمنا نخدموا عليها برشا. والبروتوكول حاجه من الحاجات اللي باش تساهم اللي تنقص شويه في الخوف هذايا وتخلي العباد تفهم اللي فما راهو قواعد واجراءات باش يتم ضبطها وتم ضبطها معناتها وتم تفعيله. بالنسبه للبروتوكول الصحي القاعده الاساسيه هي ديستانسياسيون التباعد. يعني كيما نحكيو في المطاعم مثلا توا ولا في المقاهي نفس الشيء باش يكون موجود في النزل. باش تخلي ديما ان اسباس ما بين الطواول. في البيسين كيف كيف فما تباعد معناتها كل شيء محسوب بالمتراج. بالنسبه للبوفي اعطيني الاكستيريور. الاكستيريور كي نحكيو على الرحلات السياحيه المتحف باردو عباد جاي من المانيا من فرنسا من الصين من اللي هو ومعهم جيد وثم تواس يخدموا غاديكا وثم كار وثم شوفور وثم الاسواق باش يمشي هكا ولا وثم سيدي بوسعيد. هذا هو السيركوي اللي نعرفوه ابار البحورات وغيره. كيفاش سيتم التعامل؟ نعرف اللي الجيد هو تقريبا المسؤول على الفوج اللي يكون معاك. كيفاش يتم التعامل في الاماكن المفتوحه؟ اول اجراء باش يتم في الحافله كما تعرف من الاول اليوم باش يخرج في ترانسفير في اكسكورسيون معناتها من النزل اللي هو مقيم فيه مثلا نقولوا في حمامات سوسه وباش يمشي يعمل رحله في تونس كرتاج باردو. الحافله باش تكون ساعه نتاعها 50% يعني ما عادش باش نقرا 25 عبد 25 ماكسيموم في الجرون بيوس هذيك الحافله السياحيه اللي نعرفوها الناس الكل. بالنسبه للي فيزيت كيف كيف ديما باش يخلي فما مسافه ما بين الحرفات. دليل هو اللي باش يكون مسؤول على الشيء هذا بما انه هو المسؤول رقم واحد على تنظيم الرحله السياحيه لازم ما يخليش الجروب يقرب لبعضه. كيف كيف المواقع المفتوحه ما فيهاش مشكله كبيره. المشكله تنجم تكون في المواقع الصغيره والمغلقه كيما مثلا المتاحف ولا متحف باردو على وجه الخصوص. احنا نعرفوا الناس الكل اللي مش باش يكون عندنا اقبال كبير حتى قبيل حكينا على فتح الحدود. لكن قلنا اللي مازلت ما عندناش ما فما ضبابيه كبيره بالنسبه للحجوزات. حتى لتوا ما فماش حجوزات. نكونوا واضحين حتى لليوم مازلت ما فماش حجوزات لا من اجانب ولا حتى التوانسه اللي عايشين لبرا مازالوا يستناو زعما كي باش نجيو كيفاش نقعدوا في الاوتيل ما نقعدوش في الاوتيل. العباد مازالت ماهيش فاهم الاجراءات حتى كان احنا خرجناهم توا عنا بعض الايام لكن ما فماش وضوح وذاك علاش الناس خايفه وراهي عباد باش تخلص فلوس وتجي لازم يشوف لي ميزور نتاعك. ميم لو مارشي الجيريان زاد كيف كيف. بالنسبه للجزائر حاله اخرى. الجزائر خيرت هي التمديد في الحجر الصحي يعني الحدود نتاع الجزائر باش تبقى مغلقه شهر يعني حتى الجزائر مستانسه تمنعنا نوعا ما في الصيف عندنا كيف كيف السوق الروسيه اللي مستانسه تمنع في تونس سيرتو من 2011 حتى لتوا. روسيا كما تعرفوا الناس الكل لما تشكوا منهم تشكوا منهم شويه. ليه ليه ذي راهي دي كليشي ويمكن هكا فرصه حتى الناس تفهم. بالنسبه لنا الحريف الروسي يعتبر حريف مثالي. او باش نقول لك عليه فما الكليون اللي يجي يقعد في الاوتيل بيسين بحر مطعم حانه وما يخرج جمله هذه العجله الاقتصاديه ما هي رابحه منه حتى شيء. بالنسبه للكليون روس علاش نقولوا حريف مثالي؟ لانه يخرج في الرحلات الثقافيه يمشي للصحراء يحب يشوف بيزاج جديد عليه كان في الثلج يلقى جمل وصحراء واحه ونخل. كي يمشي غادي باش يخدم المؤسسات نتاع التنشيط السياحي باش يشري دقله باش يمشي يفطر في مطعم في مطمطه باش يبيت ليله في توزر. يعني فما سيركوي كامل قاعد يخدم فيه. هذاك علاش السوق راهي نتاع اوروبا الشرقيه ماخذين عليها فكره غالطه نوعا ما. راهي سوق جديده سوق واعده لازم نعرفوا كيفاش نخدموها. يعني حتى هو موسم سياحي 0% ما ثم ما ثم حتى شيء. اللي جيد في انتظار هذا نجم يتعاملوا مع التوانسه ولا هذا اللي قاعدين نشجعوا عليه. وبالمناسبه في تونس اول حد في كل شهر زياره المواقع الاثريه والمتاحف
مجانا للتوانسه الكل وحتى للاجانب المقيمين هوني اللي عندهم ديكارت ريزيدونس ينجموا يدخلوا كل نهار احد. المره هذه الجامعه التونسيه لياد السياحه حبت توري اللي احنا حتى في ظرف صعب وفي ازمه لكن ديما رانا متطوعين لفائده الوجهه التونسيه وباش نشجعوا على السياحه الداخليه وباش نشجعوا سورتو على السياحه الثقافيه. خلينا نبعدوا بالزز تو تلفتوا للتوانسه. ليه ليه التوانسه كتشوف على التوانسه كتشوف نخدموا مع التوانسه من عام 2011 باسعار باسعار باهظه مقارنه بالسائح الاجنبي. هذه يدفع برشا التونسي اليوم. هذه يطول شرحها معناتها حتى يعني جايب حذايا انت ماهوش تفسر. لا بيان سوري بالنسبه للاسعار الاسعار اللي ياخذ فيها السائح الاجنبي اللي نشوفوها مقارنه بالاسعار اللي موجوده هوني مرتفعه شويه. هذا يرجع لشنيه؟ يرجع للريزرفاسيون اللي تصير على بكري. احنا التونسي مالوريزمون مازالت عندنا كعقليه نتاع اليوم جاتني فكره حاب نمشي للحمامات غدوه نقص وتيل باش نطلع نهار اثنين مثلا. يعني في ليله ونهار يحب يقص ويلقى سوم باهي. بار كونتر الاجنبي عنده تور اوبيراتور اللي هو متعاقد مع وكاله اسفار تونسيه ماخذ دي شامبر عام كامل ما تصيف على شتي البيوت هذيكم خالصين مع تور اوبيراتور من بعد هو باش يسوقهم باسعار تفضليه للحرفاء نتاعو. هذاك علاش الحريف الاجنبي يلقى سعر رخيص. التونسي توا كيف كيف مع لي بلاتفورم اللي تعملوا مع وكالات الاسفار برشا اللي ولات مختصه في السوق الداخليه ولات عامله زاد نفس خلينا نقولوا ستيل هذا نتاع الخدمه وينجم يدخل يعمل ايرلي بوكينج نتاعو بكري هكاك يلقى يعني سعر قريب للاجنبي. خلينا نقولوا رجعت الاسعار بالنسبه للتوانسه في الازمه هذه هي في الازمه معناتها حتى لو نعرفوا توا الوتلاجيه نزل وكالات الاسفار كلهم يتشكاو عندهم شارج زاد كيف كيف كبير عندهم خدامه مش خالصين معناتها باش يحاولوا يعملوا ان ايفور وهذا اكيد معناتها الناس تحب تخدم وباش يعملوا ايفور وباش يعملوا تسهيلات للتوانسه لكن باش نكونوا زاد واقعيين التونسي توا حتى المقدره الشرائيه نتاعو ضاعت بعد الازمه هذيا. يا اخي انا لقيت كي ما نخدمش راهو كيف كيف مثلا شوفور نتاع تاكسي ما يخدمش اللي عنده متحف ومحل سامحني والا تجاره معينه مش باش يخدم معناتها كلنا باش نتاثروا هي شان واحده معناتها عارفين اللي التونسي توا البوفوار داشا نتاعو نقص وصعيب شويه كان باش ينجم يخرج ويعمل فاكونس. المعامله نتاع الجيد مع التونسي مش تعمل اجنبي. التونسي بليز مو كيمشي حمامات يعرف اش ثما ولي يمشي تجربه. هل ثما دي سيركوي اخرى يمشي يتبدلوا ثما طريقه عمل جديده باش هي فما برشا توانسه يحبوا يتعرفوا على تاريخ بلادهم. حكينا قبيله على السياحه الكلاسيكيه بين ظفرين لكن فما زاد السياحه الثقافيه. فما برشا عباد تحب تمشي لدقه ويشوفوا الاثار اللي فيها. عندنا مواقع مسجله في اللائحه للتراث العالمي لليونسكو. عندنا زاد مواقع جميله في الجنوب مع عبد اللي يسكن في تونس العاصمه كيش يمشي لجربه اول مره. جربه راهي مش بحر كهو. جربه فيها متحف العادات والتقاليد نتاعهم تسوق فيها برج الغازي مصطفى متحف العادات والتقاليد في جلاله. فما الحوانت نتاع الفخار. فما برشا باتريمون نجموا التوانسه والتونسي ولا يخرج في الرحلات. التوانسه يتشكاو برشا من اللي جيت يقول لك اني جايك في الحديث يقول لك الجيد اليوم اول حاجه يتعامل بسياسه المكيالين دو بوا دو ميزور مش كيما الاجنبي اللي يحاوس بيه يعطيه قدر ويفسر له مش كيما التوانسه. يقول لك حتى نمشي للمتحف جلال اللي حكيت عليه يسيبنا ويمشي. هذه حاجه الاولى. يقول لك ساعات الجيد يتبدلوا يطلع معنا جيد من تونس يهبط في جربه يطلع جيد واحد اخر. ويقول لك ساعات اللي جيت يتعاملوا مع يهزونا المطاعم معينه خاطر هم يتعاملوا معاهم باش ياخذوا كوميسيون. يهزونا القهوه معينه كذا متاحف معينه بعينها مش متحف يعني كالمتجر اللي يبيعوا حاجات تقليديه. يقول لك ثم برشا دي جيد يتعاملوا مش حتى في البرا موجوده باش نكون واضحين يتعاملوا مع مطاعم معينه مع كذا باش ياخذوا الكوميسيون نتاعهم وساعات يفرضوا علينا انه فطور يكون في بلاصه ولا عشاء يكون في بلاصه ولا نشري من بلاصه. واضح هذه فرصة باهية برشا تحت هيلنا صارت علي باش نكونوا واضحين نحكي من خلال التجربة. عبد عاش التجربة يعني مش منقول انا كي نسمع هكاك نفهم. عشت مليح التجربة. بالنسبة لسياسة المكيالين بون باش تلقى راهو مش الناس الكل باش نصورهم لك مثاليين. فما الباهي فما الخايب فما المتوسط هذايا في القطاعات الكل في المهن الكل موجود. لكن اكد لك انا اللي نسبه كبيره من ادلاء السياحه في السنوات الاخيره خاصه ولاو يخدموا مع توانسه. قبل ما كانتش عندنا نوسيون تاع التونسي اللي باش يطلع يعمل اكسكورسيون معناتها حتى بالنسبه للجيد هذايا حاجه جديده. بدينا نكتشفوا في الحريف التونسي شنو يحب شنو ما يحبش شنو الديسكور اللي يحب يسمعه. كي تكثر له برشا في الثقافه ساعات يهرب عليك معناتها فما دي بوان. احنا بيدنا اون سادابت مع التونسي وتاقلمنا معاه وبدينا نستانسوا بهم وبرشا زملاء ولاو يخدموا بريسك
اغلبيه العام مع التوانسه سورتو اللي فما كما قلنا وكالات اسفار ولات مختصه في السوق الداخليه. بالنسبه مثلا للزيارات قلت لي مثل المطاعم ولا المقاهي والكوميسيون، هذه حاجه معمول بها في العالم الكل، يعني حاجه عاديه عاديه في السيركوي توريستيك. هو ينجم ينصحك معناتها يقول لك راه فما القهوه اكس، راهو هذه قهوه معروفه لهنا ولا مطعم معروف عنده صوم باهي عنده منيو باهي، انا ننصحكم تمشيو غادي. بيان سور البيع المشروط ولا باش تدخل الناس بالسيف ولا تفرض عليه امشي هكا ولا لا، هذا اللي ماهوش يعني عادي وهذا مش قانوني. لكن انا ننصحك بمحل معين، ان المحل هذاك كي انت باش تدخل له بيان سور انا عندي عموله، وانت زاد كي باش تدخل غادي محمي من طرف الدليل اللي هزك، معناتها كي يصير لك اي تجاوز هو مكلف باش يجيب لك حقك يعني في المحل هذاك. سمح خير سمح. ملي تدخل وحدك في سوق ولا في بلاصه ما تعرفهاش وينجم يهزك النار ناكور ولا فهمت يعني انا انت جيت مشيت معاك قلت لي بربي ادخل القهوه هذيك كانت حبان، مشيت لواحد اخرى مانيش محمي في القهوه الاخرى. لا انت حر، انت اخترت تمشي قلت لك ندخل يدخل القهوه هذيا. انا هزيتك السيدي بوسعيد باش نفسروها مثلا، مشينا السيدي بوسعيد وتعرف الناس الكل اللي تجي من برا مش باش نسمي اسم القهوه، فما قهوه مشهوره ياسر غادي سورتو الفيو اللي عندها اسوامها خيالية. وسوامها خياليه. انت كي يسالك حريف اجنبي يقول لك شكون اكثر قهوه معروفه لهنا، باش تقول له راهي القهوه هذه هي اللي معروفه، اما راهو السوم غالي شويه بارابور للاخرين على خاطر الفيو على خاطر الريبوتاسيون نتاعها. انت وجهته ليها بطريقه غير مباشره، هو كان مشى بيان سور ينجم يمشي، ينجم ياخذ طون ليبر يقعد يحوس، مش الناس الكل باش تدخل من بعد غادي، لكن العموله موجوده باش نكونوا واضحين وقانونيه والدليل عنده الحق هذا، معناتها جزء صغير من الخدمه نتاعو. يعني حكايه الكوميسيون قانونيه. قانونيه اي. ما فيها حتى يعني الناس اللي تشكى ما فيها حتى مشكل ياخذ كوميسيون. بالعكس احنا تو قاعدين نجريو على تنقيح القانون الاساسي وحتى معنا اتحاد الصناعات التقليديه، المتاجر نتاع الصناعات التقليديه، الاتحاد نتاعهم طالب انه تتقنن العموله هذه وتولي محطوطه حتى في ديفاكتور. خلينا ننظموا السيركوي الموازي ذا، علاش نقعدوا ديما في السوق السوداء والسوق الموازي؟ احنا من اكثر الناس اللي طالبين ان ننقحوا القانون الاساسي اللي يرجع لعام 1973 وهو اللي مكبل تطور مهنه الدليل السياحي في تونس. اللي جيد يتعاملوا مع وكالات الاصفار بالطبيعه، هل وكالات الاصفار تتعامل مع اللي عندهم الترخيص ولا غيره من اللي جيد ولا تتعامل مع الدخلاء؟ هذا مشكل من المشاكل اللي نعانيو فيها. حكيت قبيله انت على اشكاليه الادليه، قلت لك فما الباهي فما الخايب، نفس الشيء في وكالات الاسفار. للاسف فما البعض خلينا نقولوا من وكالات الاسفار اللي قاعده تشغل في ناس دخلاء. حكيت حتى قبيله في كلامك على الجيد اللي يطلع من تونس يهبط في جربه يطلع الاخر في جربه، هذه حاجه ماهيش معقوله، ما فما حاجه مريبه خلينا نقولوا في السيركوي هذايا. علاش وكاله اسفار تجيب الواحد ما عندوش بطاقه مهنيه ما عندوش بطاقه اعتماد ماهوش مكون لمرافقه الحرفاء سواء كانوا توانسه ولا اجانب، مالجري اللي القانون التونسي قلنا راه هو من عام 73 ما تنقحش، لكن فيه بعض الايجابيات اللي يفرض على وكاله الاسفار اللي تخرج في التوانسة انها تعتمد على ان غي دغري على دليل سياحي معتمد. فما بطاقه مهنيه يحملها الجيد هذايا ان بادج تنجم تطلبها منه، معناتها هي المفروض يكون لابسها خاطر هي شاره ولا بادج باش تلبس حتى كان هو مش لابسه. انت كحريف حقك دفعت بريستاسيون شريت رحله الرحله فيها السعر نتاع الدليل، لازم تعرف اللي الدليل نتاعك معتمد. انت كرئيس وعملنا حمله احنا سامحني سي نزار حتى في وسائل الاعلام من مارس 2019 على الحكايه هذايا نتاع الاعتماد، وعملنا حتى ديسافيش لصقناهم في بعض المواقع الاثريه. بون بيان سور التونسي مازال جديد في السياحه حتى هو معطى فرصه انه يتعرف على القوانين ويعرف كيفاش ياخذ حقه ويعرف اسكو فما عبد يرافق فيه بطريقه قانونيه والا لا. خلينا نوضحوا المعلومه. انت كرئيس جامعه اليوم عندك سلطه على وكالات الاسفار ليتعاملوا مع من لهم الترخيص؟ هي السلطه ترجع للقانون، احنا عندنا قوانين كي نطبقوها وقتها تمشي كل شيء بالكدا. علاش احنا القانون في تونس مشكلتنا اللي نعمل لك انا 20 نص ومن بعد يقعدوا مطيشين في الرفوف. نورمالمون هي فما ديزانسبكتور فما متفقدين ياخذوا في شهريه يشتغلوا في الديوان الوطني التونسي للسياحه، وهما دورهم انهم يخرجوا ويراقبوا الرحلات السياحيه في كل المندوبيات الجهويه للسياحه في المناطق الكل. فما ليزانسبكتور هذم اللي نورمالمون يمشي لمتحف جلاله ولا يمشي لموقع الرباط في المنستير وكي يلقى كيران ويقفين الصباح يتفقد اسكو فما بروجرام فيزي ولا فيه يعني التاشيره نتاع الديوان، فما دليل عنده بطاقه اعتماد ولا لا، قداش من حريف في الكار سورتو توا كيش نحكيو على البروتوكول الصحي لازم نراقبوا بيان سور وكالات الاسفار هذيا حتى تحترم الشروط اللي موجوده في البروتوكول وما يقعدش البروتوكول كما قلنا قبيله كتيبه وكهو، لازم نمروا للتطبيق اون بو سيليكسيون. يعني اليوم ناقصين التطبيق. اليوم ليجيد
انا كان بحذايا ذيف مره حكى لي لقيت قال لي ثم برشا لقيت حتى قدم قال لي اساتذه بتاع تاريخ وغيره مازالوا موجودين وتم تمرير قانون في مجلس النواب يقولوا هناك من لقيت من يستثنى انه كل عام ممكن تتجدد الرؤيه البطاقه هذه ثم عباد تستثنى لاسمها ولا او لتاريخها ولغيره يستثنى من اعاده البطاقه ثم اليوم اسامي في الليجيد اللي كونفيرمي ما يتمسوش وثم عباد اللي لابد من التجديد ولا فورماسيون ثم يعني دي سيركوي جدد ثم بلايس جدد نجمين الاستثناء انا ناكد لك اللي اليوم ما فماش يمكن كان يصير في وقت من الاوقات اما توا ناكد لك وتنجم تكون معناتها متأكد 100% زاد اللي مفهمها حتى حد اسمه معناتها زايد على الاخرين ولا فما استثناء الدليل على دليل اخر، لكن بالنسبه لتجديد البطاقات راهو قاعد يصير كل عام التجديد هذايا وهذه من الحاجات اللي نحبوا نبدلوها في المشروع نتاع القانون الاساسي الجديد، قلنا علاش ما يوليش التجديد مره كل 5 سنوات خاطر راهي مصاريف حتى للدوله نتاع البطاقات اللي قاعده تتباع، احنا حكينا على 1000 جيد، كل جيد تعمل له كارتا باش تعمل له بادج وحتى نضيعوا في وقت معناتها نتاع الموظفين العموميين، معناتها الاجراء هذايا احنا من اكثر الناس اللي سعين ان نحيوه وخلينا نطوروا الحاجات اخرى ما اهم خير من اللي نقعدوا كل عام امشي عاود دفتر كوي برا جيب ورقه من المصالح الداخليه جيب شهاده طبيه امشي شد الصف في مندوبيه جهويه صب دوسي يعني اقعد استنى معناتها البيروقراطيه الركيكه نتاع السبعينات يعني اللي نعانيوا فيها حتى لتوا اليوم انا وعائلتي نحب نمشيو المطماطة التوزر دوز جربه متهني اليوم مع وكاله اصفار ولا ما نحكيش وكاله اصفار خاطر ممكن حاجه ما يشتبه اختصاص كاش تبعتك ولا ساعة احنا دلي سياحة نشتغلوا فريلانس مع وكالات الاسفار يعني نعتبروا شركاء اي ثم برشا غناك على خاطر في وكالات الاسفار ثم برشا تحيه ينجم يجيب حذاك شكون هذاك علاش حبيت نسالك انا ما ندخلش معناتها تمشي مع وكالات الاسفار وكالات اللي تحترم تقول لي بتمشي لاوتيل اكس بعد نلقى روحي في اوتيل في ترافو يعني ما موجوده لا الحكايه هذه فما حاجه اخرى زاد هما بيدهم يعانيوا منها فما الاشكال نتاع لي سوسيتي سيرفيس توا برشا توانسه منين يقصوا الفاكونس نتاعهم من الفيسبوك ومن مواقع التواصل الاجتماعي يدخل يلقى باج سبونسوريزي تعرضوا يقراها ما نعرفش انا اي اسم برومو تونيزي جودي نابورت كوا ما يعرفش اللي هي وكالة اسفار شركه خدمات برشا توا قاعدين يتحايلوا بين ظفرين على عباد باللي سوسيتي سيرفيس هذم على فيسبوك يعني باللي باش فيس ما عنده حتى اجريمون يخدم مباشره مع النزل حتى الاشكاليه زاد النزل علاش يقبل فيه تنجم تقول لي خاطر قانونيا لازم يتعامل مع وكيل اسفار مش مع سوسيتي سيرفيس لكن في الظروف اللي احنا فيها توا ساعات اللي يجيب لك الحريف تولي ما عادش تغزر يعني حسب ما تحكي لها تنظيم القطاع غير على اليوم اللي باش يمشي في 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 رحله يكون متهني على الجيد اللي معاه نقصته شويه مك الدخلاء والطفيليات اللي موجوده وغيره متهنين اليوم كي نمشيو عائله تمشي في رحله هذا اللي قاعدين ساعين له عندنا توا اكثر من عام ونص واحنا مع سلطه الاشراف حتى مع جماعه التونسيه لوكالات الاسفار مع الفتاف ولا مع الفيدوتي الجامعه المهنيه المشتركه قعدنا معاهم في عديد جلسات العمل للحد من ظاهره الدخلاء هذيا اللي تاثر حتى على جوده المنتوج وانت هيك عينتها بنفسك وفهمت ايش قاعد يصير وقاعدين نخدموا عليها والوزير والدومين محمد علي التومي والدومين ووكيل اسفار ونجم نقولوا كرئيس جامعه بتاع كان رئيس جامعه المهنيه لوكالات الاسفار صحيح لمده 7 سنوات حتى التوا متعاون معنا سي محمد علي قاعد يسمع فينا جلسنا معاه لكن كما قلت لك قبيله قعدنا للاسف في المرحله نتاع الكلام ماذا بينا نمروا للفعل ما نقعدوش نحكيوا كهو هات خلينا نعملوا هاللجان هذيا اللي باش تنقح القوانين اجا نسرعوا الاجراءات الاستثنائيه ما دام المرسوم موجود خلينا نشوفوا اليه لتفعيل قروض بنكيه صغرى للي جيد هذم خلي على الاقل ينجموا يعيشوا من هنا العام الجاي خاطر نحكيوا على افريل 21 عوده استئناف النشاط بطريقه طبيعيه معناتها مازال لنا قرابه العام راهو مش سهل راهي فما يعني ظروفها صعيبه ياسر اليوم حتى كثم السياحه ستكون سياحه داخليه وحتى السياحه الداخليه مش متاكدين منها يعني في العاده شهر جوان تبدا الرحلات انا توا باتصال مع عديد من وكالات الاسفار قالوا لي ما فماش دوموند معناتها التونسي توا ولا خايف حتى من الوديه هذه الحاجه ديجا اللي حتى تشوف لي برومو اللي يهبطوا اسوام طاحت مليح ومثلا مارغريت وسام ما فماش دوموند كبيره فرصه هي باش نشجعوا الناس على ذيك الحمله اللي باش نقوموا بها نهار 5 جويلية اي نحيوا الخوف ما سالش هنا نخرجوا هنا نحوسوا تبارك الله كي تمشي توا العشيه انت في بلاصه في تونس العاصمه باش تلقاها معبيه القهاوي معبيه ريستورانات معبيين 5 جويلية خلينا نزوروا المواقع الاثريه معنا نجيد فيزيت جيدي جراتويت معناتها باش تكون مجانا باش يتطوعوا ادلية على حسابهم الخاص في العديد من المواقع في متحف باردو في كرتاج في دقة في بلاريجيا في متحف سوسة في رباط المنستير في جربة ومواقع أخرى تجي من بعد في الأيامات القادمة إن شاء الله حتى على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتبعوا الصفحة التونسية لأدلية السياحة تلقاو لي زانفورماسيون كل عندكم صفحة عندنا صفحة على الفيسبوك
فيسبوك اللي هي الفيدراسيون تونيزيان دي غيد اغري دو توريزم، نفسها على انستغرام اف تي جات لابريفياسيون نتاعها بيان سور، يلقاو الاخبار الكل والبيانات والنشاطات نتاع الجامعه. ان شاء الله تلقاو حلول للخروج من الازمه، نجموا نخرجوا من الوضعيه الصعبه هذه. الحلول احنا اقترحناها على الدوله في انتظار تفعيلها وتطبيق الاجراءات اللي خذتها رئاسه الحكومه. ان شاء الله نتمنى لك حظ سعيد. قبل ما نسمعوا اخر اغنيه معناتها كلمه باند، نعطيك كلمه الختام، ايش تحب تقول في الاخر سي مهدي الحشين؟ يعيشك. كلمه الختام تفضل. والله فرصة وفرتها لنا اليوم حتى وضحنا العديد من الإشكاليات اللي تعاني منها مهنة الدليل السياحي منذ سنوات. إن شاء الله توا الدولة تسمعنا، توجهنا بنداء للوزارات الإشراف الكل، حتى وزارة المالية الشؤون الاجتماعية، توا قعدلنا كان السيد رئيس الحكومة. إن شاء الله سيدي ياسر الفخفاخ ما يهمش القطاع ذايا، وينظر للألف عائلة تونسية اللي راهم ماشيين في مصير خايب برشا، وكان ما نحافظوش على المهنة هذه باش يكون مصيرها الاندثار. وفي كل أزمة ينقص عدد الجيد، راهو احنا متوقع نقص متى 30%، برشا عباد ولات تخمم باش تغير المهنه، ولاو يخمموا على ريكونفيرساسيون بروفيسيونيل، معناتها الناس تلوش في مهن اخرى، واللي يلقى فرصه ما عادش باش يرجع بعد بالتوالي. هذاك علاش لازمنا نحافظوا على القطاع. ان شاء الله تتحل لازمه. شكرا لك سي مهدي اللي كنت بحذانا فيه. شو كيفاش اخر اغنيه باش تكون معاكم. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا في الحلقه هذه من شو كيفاش. نتقابلوا ان شاء الله في حلقه قادمه. عيبك عدن الشواشي، تفضلوا كلمه بانت. ياسر عنيد صبر تحرت معاك، وقلبي ياسر حنين ظلمت ما كفاك. قلبك ياسر عنيد ظلمت تحرت معاك، وقلبي ياسر حنين ظلمت ما كفاك. ظنيت صبري عليك مني خضوع، وجرحت قلبي اللي عطاك الطوع. ظنيت صبري عليك مني خضوع، وجرحت قلبي اللي عطاك الطوع. وعملت ما حبيت، وعملت ما حبيت عيبك. وكر يصلح بيك غيري، نادي اذا بغيت وناديك غيري، ما
عاد عندي وكر يصلح بيك غيري نادي هيدا بغيت ويناديك أما أنا سلمت لك من يوم لا تعاتبي ولا تكثري من لوم أما أنا سلمت لك من يوم لا تعاتبي ولا تكثري من لوم يكفيك ما عديت يزيك ما عديت عيبك إنك خلفت العهد ما وفيت عيبك إنك علينا كبرت وتعاليت عيبك إنك خلفت العهد ما وفيت عيبك إنك علينا كبرت وتعاليت العيب مني نسامحك ساعات ونجاملك بالرغم عالسيار العيب مني نسامحك ساعات ونجاملك بالرغم عالسيار لك تني ظنيت